في إطار النشاط المستمر والجهد الذي تبذله وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالتعاون مع دول التحالف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء في صلاحية سجن المنصورة فرع بئر أحمد، دشنت قيادة صلاحية بئر أحمد افتتاح مغسلة الإصلاحية الخاصة التي ستقدم خدمات كبيرة لنزلاء الإصلاحية وستساعدهم على الحفاظ على مستوى مناسب من النظافة العامة والخاصة. يأتي هذا التدشين في إطار العمل المشترك والإشراف المباشر من وزارة الداخلية ودول التحالف لتقديم خدمة أفضل لنزلاء إصلاحية بئر أحمد التي تعد واحدة من أفضل الإصلاحيات في وزارة الداخلية من حيث التنظيم. أيضا عيادة طوارئ ومختبر وعيادة أسنان وصيدلية وشاشة عرض وحديقة وصالة طعام لنزلاء إصلاحية بئر أحمد. صندوق النظافة وتحسين المدينة يواصل أعمال النظافة في عموم مديريات محافظة عدن لإعادة الوجه الجمالي للمدينة وتبقى قبلة للزائرين. تفاصيل في سياق هذا التقرير. صندوق النظافة وتحسين المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن يبذل جهود كبيرة من أجل جعل العاصمة المؤقتة عدن عاصمة نظيفة وجميلة من خلال ما يقوم به خلال الأيام السابقة التي شاهدناها في كافة المديريات رغم الإمكانيات البسيطة والشحيحة، إلا أنهم ماضون لجعل عدن نظيفة وبراقة من خلال مبادرة تنظيف واسعة لكافة مديريات العاصمة عدن. الأستاذ قائد راشد أنعم المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالعاصمة أكد لقناة عدن الفضائية أن الصندوق يبذل جهود جبارة من أجل نظافة العاصمة عدن. هذا ما نحلم به، وكانت عدن أيضا سباقة في هذا المجال. عدن نالت جائزة أحسن مدينة في الجمهورية عام 2009 من حماية البيئة، ونحن أيضا نبذل جهود ما زلنا نبذلها، لكن هناك يعني معوقات لدينا شحة الآليات، شحة الإمكانيات. قمنا الآن بعمل حملة باستئجار من القطاع الخاص فريق كامل، لكن هناك هذا الفريق أنا مكلف جدا، لكن وحتى ولو أجرنا ولو عملنا حملات في المناطق، هذه الحملات يعني فهي إلا أنا أسميها لك مسكنات، ليس حل جذري. نحن أيضا نطمح وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ودولة ورئيس الجمهورية حفظه الله المشير عبد الرب منصور هادي بأن يدعموا صندوق النظافة بآليات متخصصة حسب طلباتنا التي قدمناها منذ زمن كثير، وإن هذه الآليات التي نقوم بها الآن وهذه الأعمال التي نقوم بها هي أعمال من صميم عملنا، ولكن الأعمال التي نقوم بها هي أيضا من صميم مهامنا، ولكن في هناك إمكانيات تحكم علينا وتراجعت أعمال النظافة نتيجة شحة الإمكانيات. نحن نعاني هذه المشكلة من أيام الأزمة من 2013 2014 2015 غلقت ما تم أيضا نهبه وأيضا ما تم إهلاكه، آليات قديمة التي نقوم بها، ولكن نطمح أيضا بوجود الحكومة ووجود دولة رئيس الوزراء والأخ رئيس الجمهورية بأن يدعمونا بآليات تغطي العجز الذي لدينا ونقوم بأعمالنا خير القيام، وأن هذه الحملة ما هي إلا أعمال نقوم بها بحيث أنه تأخذ كل الأكوام المتراكمة وأكوام التي تشوه المنظر في عدن. عدن كانت حلم اليمن، عدن تستحق كل مننا جميعا نتكاتف كل في مجاله. حيث وصلت الحملة التنظيفية لبواقع القمامات إلى مديريات خور مكسر بالعريش ومديريات كريتر، حيث تركزت الأعمال بمشاركة جرافة وخمس شاحنات كبيرة جميعها قام الصندوق باستئجارها من القطاع الخاص لتغطية عدد واسع من أحياء العاصمة عدن. وأخيرا نتمنى من مختلف الجهات المعنية سواء في المحافظة أو المديريات تكاتف الأيادي والاهتمام بنظافة العاصمة المؤقتة عدن، لأن المسؤولية تقف على عاتق الجميع لكي تبدو جميلة ونظيفة، فالنظافة هي إحدى المظاهر الحضارية والأساسية
التي تعكس مدى ثقافة وساكني هذه المدينة. عدن هي الوجه الثقافي والحضاري لليمن. انصار عبد الجليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن.